تحية طيبة لكم مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيدا عن السياسة. تشهد قلعة زرزفان بولاية ديار بكر التركية أعمال حفر وتنقيب من قبل 100 شاب متطوع من 38 جامعة تركية لاكتشاف آثارها التي تعود ل3000 عام. واستخدمت قلعة زرزفان التاريخية المدرجة في قائمة يونسكو المؤقتة للتراث العالمي كمستوطنة عسكرية خلال الإمبراطورية الرومانية. وأطلق مشروع المتطوعون الشباب خريجو كليات التاريخ والفن والعمارة للمشاركة في أعمال التنقيب والترميم، وسيواصلون العمل حتى نهاية العام الحالي. ابتكر الهندي برثا سها دراجة نارية بشروط التباعد الاجتماعي لاصطحاب ابنته البالغة من العمر 8 سنوات إلى المدرسة في ظل جائحة كورونا، وتبلغ سرعة الدراجة القصوى 40 كيلومتراً في الساعة باستخدام محرك بقوة 750 واط، وتستغرق الدراجة النارية ما يصل إلى 3 ساعات لشحنها بالكامل، وتعمل لمسافة 80 كيلومتراً بشحنة واحدة. ويقول سها إنه صنع هذه الدراجة للتوعية بفيروس كورونا. تمكنت شركة تركية من إنتاج وتصدير روبوت يمكنه تطهير المنشآت الطبية وغيرها من الأماكن عالية التعرض للفيروسات باستخدام الأشعة فوق البنفسجية سي، ما يساعد في القضاء على وباء كورونا. انطلق صاروخ أريان 5 تابع لشركة أريان سبيس إلى الفضاء من مركز غويانا الفضائي في فرنسا، وهي عملية الإطلاق الأولى لشركة أريان سبيس منذ توقف العمليات بسبب جائحة فيروس كورونا. ويحمل الصاروخ 2 من أقمار الاتصالات واسعة المدى، فضلاً عن مركبة تمديد المهمة 2، وهي قاطرة فضائية آلية تهدف لإطالة عمر الأقمار الصناعية القديمة. تمكن العالم التركي البروفيسور أوزجان أرل من تطوير جهاز تشخيصي محلي الصنع يقيس الإجهاد النسيجي داخل جسم الإنسان. ويحدث الإجهاد النسيجي عندما يتعرض نسيج الخلايا للتلف أو الالتهاب، ما يؤدي لإطلاق بعض المواد الكيميائية موضعياً مثل الهيستامين، وهذه المواد هي التي تجعل المريض يشعر بالألم. ابتكر باحثون ماليزيون من جامعة بوترا ماليزيا طائرة مسيرة صديقة للبيئة من خلال استخدام أوراق الأناناس من المزارع المحلية التي كانت خلافاً لذلك ستغدو مجرد نفايات. وصنعت الطائرة المسيرة التي سميت بوترا UEV طائرة بوترا الجوية المسيرة من ألياف طبيعية أو مركبات حيوية من النباتات عبر معالجات مبدعة، ويمكن أن تحلق حتى ارتفاع 30 متراً ولمدة 20 دقيقة متواصلة. ونال الابتكار حتى الآن العديد من الجوائز في ماليزيا. ابتكر البروفيسور السابق في المعهد الوطني للتصميم في أحمد أباد سوميج سينغ سترة يقول إنها تحمي مرتديها من الإصابة بفيروس كورونا. وعرض سينغ وظائف سترته الجديدة في نيودلهي، وقال إن السترة تحتوي على قناع من 4 طبقات وتساعد في الحماية بنسبة 99.9%، كما أن فيها حساسات للتباعد الاجتماعي تحافظ على مسافة 2 متر على الأقل من كافة الاتجاهات، وتحتوي أيضاً على جيب أشعة فوق بنفسجية، وبالتالي يمكنها تعقيم الهواتف النقالة والنظارات الشمسية والمحفظة الشخصية ومفاتيح السيارة وكل ما تحمله معك بشكل يومي.
بالإضافة إلى لمسة من مادة فيروبان على القماش، وهي لمسة فعالة لتوفير الحماية. أقدمت مجموعة من المهندسين الكولومبيين على تصميم خوذة مشابهة لتلك التي يستخدمها رجال الفضاء لتعمل كفقاعة حماية ضد فيروس كورونا، وخطرت لهم الفكرة أثناء تفكيرهم بالأطباء والذين يعيشون بالفعل حياتهم اليومية في خطر كبير من التقاط المرض. وظهر النموذج الأولي بعد استعراض 84 تصميماً مختلفاً حتى توصلوا إلى الشكل الصحيح، وتعمل الخوذة بنظام كهربائي يعمل على دوران الهواء بداخلها، وتتكون من هيكل بلاستيكي وجزء كهربائي ومرشحات وبطارية. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعين الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. على الطراز الحديث، يحول الفلسطيني عمار النحال قطع الأخشاب المستخدمة في نقل البضائع إلى أثاث منزلي يتسم بالبساطة والأناقة معاً. ومن بين عشرات قطع الأخشاب الملقاة فوق بعضها البعض، يختار النحال أمتنها ليبدأ بتفكيك القطع الخشبية المكونة لها تجهيزاً لصناعة الأثاث. وداخل منجرته في مدينة رفح جنوبية قطاع غزة، يساعد النحال عاملان في عملية فصل القطع الخشبية باستخدام قضيب من الحديد. وبعد تفكيك الخشب، يشرع عمال آخرون بتنظيف القطع الخشبية من الشوائب والنتوءات باستخدام آلات يدوية. لم يجد النحال، وهو خريج جامعي، فرصة عمل في مجاله كمتخصص أكاديمي لسوء الأوضاع المعيشية، الأمر الذي دفعه إلى التفكير بمهنة توفر له قوت يومه، فاتجه إلى صناعة الأثاث. وتطورت هذه الفكرة بعد أن لمس النحال استحسان منتجاتها من قبل السكان، الأمر الذي دفعه إلى افتتاح ورشة لتصنيع الأثاث من خشب نقل البضائع. ويصنع النحال أصنافاً من الأثاث المنزلي مثل الكراسي والطاولات والأراجيح وأسرة النوم بتكلفة زهيدة دفعت الآلاف من سكان قطاع غزة إلى الإقبال على شراء هذا النوع من الأثاث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الانزلاق الغضروفي، شو هو الانزلاق الغضروفي؟ سواء في الرقبة أو في الظهر. الانزلاقات الغضروفية هي عبارة عن خروج الغضروف اللي هو بين الفقرتين، خروجه من مساره أو من مكانه السليم، ومن ثم بيصير يضغط على النخاع الشوكي والأعصاب الخارجة من النخاع الشوكي سواء اليمنى أو اليسرى. طيب، هل له أسباب الانزلاق الغضروفي؟ نعم له أسباب، والسبب الأساسي والرئيسي اللي هو إيش؟ رقم واحد، ضعف عضلات الظهر. طب شو اللي بيسبب ضعف عضلات الظهر؟ ضعف عضلات الظهر السبب الأساسي فيها عدم ممارسة الرياضة، وأيضا طبيعة العمل. طبيعة العمل يعني كثير منا، يعني اللي بيجلس ساعات طويلة، اللي بضل واقف ساعات طويلة دون أن يمارس الرياضة، يؤدي إلى ضعف عضلات الظهر، ومن ثم يكون الغضروف مؤهل للانزلاق. بعض الأحيان بيجي إنسان ما بيقدر يرفع 50 كيلو أو 60 كيلو أو ما شابه ذلك، بيرفعها بصير عنده انزلاق غضروفي أو ما يسمى أو المتعارف عليه بالفتق. تمام، فهالأشياء هذه أساسية وضرورية لكي نعلمها ونعرفها بحيث نتلافى ما يسمى بالانزلاق الغضروفي. طيب، في حاجة تانية مع الانزلاق الغضروفي ممكن نشرحها هيك شرح سريع، ألا وهي ما يسمى بعرق النسا. عرق النسا هو التهاب العصب الوركي شبيه بالانزلاق الغضروفي، ولكن علاجه بسيط جدا وسريع، اللي هو مضادات الالتهاب وبعض الأدوية التي تؤدي إلى الشفاء التام من هذه الحالة. لكن الانزلاق الغضروفي لو أردنا أنه نشخصه تشخيص صحيح، رقم واحد ضروري علينا أن نعمل صورة رنين مغناطيسي للظهر حتى نحدد درجة هذا الانزلاق. طيب، إذا كان درجة هذا الانزلاق بسيطة ولا
وغير مؤثر هذا الغضروف على الأعصاب بشكل كبير ومش مسبب أي تلف للأعصاب، مباشرة علاج تحفظي. شو هو طيب العلاج التحفظي؟ عدم رفع الأشياء الثقيلة وممارسة الرياضة بشكل يومي، وخاصة وأخص بالذكر عضلات الظهر يجب تقويتها بتمارين معينة موجودة ومنتشرة تمام، بيعرفوها الأخصائيين بالعلاج الطبيعي بيعرفوها. يعني أنت لو سألت أي إنسان أو أي طبيب خاص بالعلاج الفيزيائي على طول حيعطيك تمرين أو اثنين حتى تفادى به، ويفضل أن تستمر على هذه التمارين فترة طويلة، يفضل الإنسان دائما ويجعلها في حياته حتى يمنع الانزلاق الغضروفي. هناك بعض الأدوية التي تعطى لأجل التخفيف من حدة الانزلاق الغضروفي، وهذه الأدوية في عمومها يعني ممكن يكون كورتيزون، ممكن يكون مسكنات، فيتامينات، تساهم كلها في عملية الشفاء التام من الغضروف. طيب لو كان الغضروف متقدم يعني ضغط على الأعصاب بشكل أنه تالف الأعصاب وأيضا أدى إلى ضرر بعض الأعضاء زي الإيد مثلا إذا كان في الرقبة أو الرجل إذا كان في الظهر، هذا ينصح بأخذ استشارة دكتور عظام أو دكتور جراحة أعصاب وعمود فقري، لأنه على الغالب في الحالة هذه يحتاج إلى تدخل جراحي.